السلام عليكم الإخوة والأخوات. الحمد لله إحنا هنا في بروكلين في منطقة البيرج أمام كنيسة إخوانكم في مسجد مصعب بن عمير، الحمد لله وفقوا في شرائها. هذا حلم منذ أن كنت إمام في مسجد مصعب، وهذا الحلم كان يراودنا أن نجد مكانا خاصا بهذا المسجد الرائد في هذه المنطقة. هذا الحلم أصبح موجود الآن، وهذه المنطقة بالذات في أمس الحياة إلى مسجد. فأنا أدعو كل الإخوة والأخوات ألا يقصروا وأن يبذلوا كل ما يستطيعون في مساعدة إخواننا والتبرع لهم لشراء هذه الكنيسة وتحويلها إلى مسجد للمسلمين في هذه المنطقة المهم. وأنا أهب الجميع ليس فقط أنك تتبرع، ولكن أيضا تنشر الفكرة، تدعو غيرك للتبرع، تساعد إخوانك بكل ما تستطيع، وإن شاء الله يكون لك أجر المساهمة في بناء بيت من بيوت الله في هذه المنطقة، يكون لك بيت في الجنة. المنطقة تستحق، والمشروع كبير، ويجب ألا يعني نقصر في الحصول على هذا المكان. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبكم لهذا المشروع، وأن تلتفوا حول إخوانكم، وأن في أيام قليلة إن شاء الله، الأشهر القادمة القليلة، أن يكون هذا المكان مع المسلمين ونصلي فيه جميعا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم.